السلام عليكم يا متابعيني الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وصفتنا لليوم وهي فطيرة السكر بدون عجل. هذه الفطيرة طالعة مثل الكيك، هشة مثل القطن، وطعمها رهيب، ومن دا اشويها ريحتها شي رهيب، وصلت لسابع جار. قبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء، واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك ويفعل الجرس، ولا تنسوني باللايك. المواد اللي أحتاجها لوصفتنا لهذا اليوم عندي هنا: هذا أقل من كوب حليب دافي، 120 غرام زبدة بحرارة الغرفة، 3 1/4 كوب من الطحين، 2 عدد بيض، 1/4 كوب من السكر، ملعقة طعام واحدة من الخميرة، ملعقة كوب واحدة من الفانيليا، قليل من الملح. أخلي كوب الحليب الدافي، أضيف له الملح والشكر، وأذوبهم قبل ما أضيف الخميرة. أضيف الخميرة وأغطيها وأترك هذه الخميرة تتفاعل ويا الحليب وأرجع لكم. بعدها راح أضيف البيض والفانيليا وأخلطهم سوية. بعدها أضيف نصف كمية الطحين وأبدي بالعجن، أعجنها بالملعقة. بعدها أضيف باقي الطحين، أضيف الزبدة اللي هي بحرارة الغرفة، وأستمر بعجنها. آخر شي راح أضيف لها القليل من لب الجوز، هذا الشي اختياري، إذا تريدون تخلون لب جوز أو مبروش جوز الهند أو البندق يعني، او بدون مكسرات، هذا الشيء يرجع لكم. واستمر بخلط هذه المكسرات مع العجين، واغطي العجينه واتركها الى ان ما تختمر وارجع لكم. بعد ما اختمرت العجينه عندي هنا هذا قالب الكيك، خليت ورق الزبده بالقعر ودهنت الاطراف. راح افرغ هذه العجينه بقالب الكيك، بعدها أعدل العجينة بالقالب، أساويها على كل الجهات تكون متساوية، أفرشها على القالب بهذا الشكل وأغطيها وأخليها تختمر مرة ثانية وأرجع لكم. عندنا تحضير الحشوة لهذه الفطيرة. عندي هنا هذا 50 غرام من الزبدة بحرارة الغرفة، أحتاج لها تقريبا نصف كوب من السكر أضيفه عليها، وملعقة كوب واحدة من الفانيليا، وأخلطهم سوية أو أعجن الشكر ويا هذا ويا الزبدة اللي هي قلت لكم بحرارة الغرفة. بعد ما اختمرت العجينة مرة ثانية وارتفعت، حاول أثقبها بهذا الشكل، شوفوا يا مدى سوي ثقوب بيها. واجيب هذه الزبدة وافرغها عليها واوزعها، حاول باليد افضل ان اوزعها الشكل. وأدخلها الفرن وأسخن الفرن درجة حرارة 180 درجة مئوية فوق وتحت، إلى أن أخلي الصينية بالوسط، إلى أن ما تستوي هذه الفطيرة وأرجع لكم. هذا شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. أحاول أرفع هذا الإطار من عندها بس أتأكد من الجوانب ما ملتصقة،
واتركها تبرد لمدة 10 دقائق وارجع لكم. بعد ما تركت هذه الفطيرة 10 دقائق تبرد، عندي هنا هذه كريمة الخفق، راح اضيف تقريبا يعني فنجان قهوة من هذه الكريمة، خليها عليها اشرب هذه الفطيرة. وأقطعها وأقدمها. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.